الجولة الصحفية كنقدموها لكم من قناتكم شوف تيفي. أهلا بكم. نستهلوا جولتنا من يومية الأحداث المغربية. صفقات المستشفى العسكري تطيح بكولونيل. كأوراق الخريف بدأت تتساقط بعض الأسماء الوازنة بمختلف المؤسسات العمومية على خلفية ارتباطها بتدبير الصفقات العمومية ببعض القطاعات. تفاصيل أوفر كتابها بداية اليومية. وإلى يومية المساء تغييرات في صفوف قياد جهويين ومسؤولي سريات بقيادة الدركة. بشرت القيادة العليا للدرك الملكي تغييرات جديدة شملت رؤساء سرية الدرك ومسؤولين بمراكز للدرك الملكي تابعة للقيادات الجهوية، كما شملت التغييرات الجديدة ضباطا بمكاتب التحقيقات القضائية. وإلى يومية أخبار اليوم، أجور ثلث الموظفين فوق المليون. كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أكثر من ثلث موظفي الدولة يتقاضون أزيد من 10,000 درهم شهريا، فيما 10% من الموظفين لا تتجاوز أجورهم 4,000 درهم شهريا. الجولة الصحفية انتهت. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.